السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، معاكم مس مي شومان، معلم أول تاريخ. النهاردة هنحاول نتكلم مع بعض كده ونراجع منهج التاريخ كامل لمراجعة نهائية لليلة الامتحان، ونشوف وضع الأسئلة الجديدة اللي بتيجي في الامتحان نظامها إزاي، ونحاول على قدر الإمكان إن إحنا نلم المنهج كامل إن شاء الله. تعالوا كده مع بعض نبدأ في السؤال الأولاني لطريقة الأسئلة عشان نعرف هنحل إزاي. السؤال الأولاني بيقول معانا: المملكة التي كان انهيارها يمثل نقطة فاصلة في تاريخ التركيب الديموغرافي للعديد من مناطق شبه الجزيرة العربية، مملكة الأنباط، الحيرة، الغساسنة، سبأ. المملكة اللي كانت انهيارها نقطة فاصلة في التركيب الديموغرافي، كلمة التركيب الديموغرافي هنا معناها اللي هو النشاط السكاني، اللي هو النمو السكاني. طيب ايه، مين اللي كان بيتكلم على النمو السكاني او في المماكن كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية؟ الأنباط والحيرة والغساسنة ولا سبأ؟ طبعا هي المملكة اللي عندنا هي مملكة سبأ. مملكة سبأ. طب اشمعنى مملكة سبأ اللي احنا اخترناها؟ لأن مملكة سبأ معانا كانت سبب في قيام العديد من الممالك في شبه الجزيرة العربية زي مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة، ودول هاجروا من شبه الجزيرة العربية بعد انهيار سد مأرب. يبقى الإجابة عندنا هي مملكة سبأ، لأنهم ممالك اشتركت في شبه الجزيرة العربية، وبسبب انهيار سد مأرب هاجرت الممالك ديت إلى شبه الجزيرة العربية زي الحيرة في الشمال. مملكة الحيرة كانت موجودة في الشمال في مدينة العراق وتحالفت مع الفرس، ومملكة الغساسنة اللي كانت موجودة في بلاد الشام وتحالفت مع الروم، وأيضا مملكة يثرب أو مدينة يثرب اللي كانت موجودة في شمال مكة فيها قبيلتي الأوس والخزرج. خلاص، ده أول سؤال. طيب السؤال الثاني: أكد حلف الفضول الذي أقامته قبائل مكة قبل الإسلام على إظهار قيمة الأمانة، التسامح الديني، التعاون، المساواة. حلف الفضول ده الحلف اللي أقامته قبائل مكة قبل الإسلام كان بيدل على التعاون، حيث تعهدت فيه القبائل على أن تكون يد واحدة. يبقى التعاون ليه؟ لأنهم حاولت القبائل أن تكون يد واحدة مع المظلوم على الظالم، وألا يخذلوا بعضهم البعض، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف. السؤال الثالث: عند دراسة قصة سيدنا صالح يتضح لنا ازدهار العرب قبل الإسلام في فن النحت، علم الأنواء، علم الفلك، علم الهندسة. الإجابة عندنا علم فن النحت، علم الفلك، الأنواء، الهندسة. هي كانت سيدنا صالح عليه السلام اللي هم كانوا قوم ثمود اللي كانوا بينحتوا بيوتهم في الصخر، ومثل مدينة الحجر اللي كانت موجودة في دولة الأنباط. يبقى تميز قوم ثمود بفن النحت لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في الصخر. يبقى ده الإجابة. طيب السؤال الرابع: تشابهت مكة المكرمة ويثرب قبل الإسلام في أهمية الموقع الجغرافي، الأهمية الدينية في الجزيرة العربية، قيام النشاط الزراعي، استقرار قبائل غير عربية. مكة ويثرب أهميتهم إيه؟ أهميتهم هو الموقع الجغرافي، لأنهم كانوا طريق التجاري، لأن مكة ويثرب كان عبارة عن حلقة التواصل بين الشرق والغرب،
ولهم نشاط تجاري واسع مع أفريقيا والجزر الآسيوية وأوروبا وبلاد فارس والهند. يبقى كان مكة ويثرب هي حلقة التواصل التجاري بين الشرق والغرب. يبقى إجابة السؤال هي أهمية الموقع الجغرافي. وكانوا كمان بيعتبروا إن مكة ويثرب هي أحد محطات الترانزيت، يعني الترانزيت اللي هي التواصل من مكان إلى آخر، خلاص، من مكة والشام ومكة إلى بلاد فارس وأوروبا. يبقى أهمية الموقع الجغرافي. السؤال اللي بعد كده، لعبت الأسواق عند العرب قبل الإسلام دورا سياسيا واقتصاديا، اقتصاديا وثقافيا، سياسيا واجتماعيا، اجتماعيا واقتصاديا. الأسواق عند العرب قبل الإسلام كانت بتلعب، أولا هي كانت مجال للتجارة، للبيع والشراء، يبقى مجال التجارة يبقى مجال اقتصادي، يبقى ده نقطة. طيب النقطة التانية، هي ما كانتش مجال اقتصادي وبس، لا، ده هي كمان كانت مجال لتنافس الشعراء مثل سوق ذي المجاز ومجنة. يبقى مجال اقتصادي وثقافي. يبقى الإجابة عندنا هي رقم باء، وهي المجال الاقتصادي والثقافي. اللي هي رقم باء. هنشوف السؤال اللي بعد كده. ظهر الدور السياسي للمرأة قبل الإسلام في وسط وشرق شبه الجزيرة العربية، شرق وغرب شبه الجزيرة العربية، جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية، ولا جنوب وشمال. الدور السياسي معناها هنا الملكات اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، زي الملكة بلقيس ملكة سبأ اللي كانت موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية، والملكة اللي كانت موجودة في شمال شبه الجزيرة العربية اللي هي الملكة زينوبيا ملكة تدمر اللي كانت موجودة بالشام. يبقى الإجابة عندنا في الدور السياسي هو جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية. يبقى الإجابة عندنا رقم د، جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية، زي الملكة بلقيس اللي كانت في الجنوب وملكة زينوبيا اللي كانت في شمال شبه الجزيرة العربية. السؤال رقم 7، ظهر تأثير العلوم عند العرب ظهر تأثير العلوم عند العرب قبل الإسلام على الزراعة من خلال تأسيس العلوم الكيمياء، الأنواء، الفلك، الطبيعة. تأثير العلوم عند العرب قبل الإسلام على الزراعة. يبقى هنا هو عايز تأثير العلوم على الزراعة، طبعا من خلال الزراعة هي هتبقى معرفة علم الأنواء. يعني إيه علم الأنواء؟ اللي هو علم أوقات هبوب الرياح ونزول المطر، فكانوا بيستخدموا علم الأنواء لمعرفة أوقات هبوب الرياح ونزول المطر. السؤال اللي بعد كده، ارتبط علم الفلك في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بالنشاط زراعي، صناعي، تجاري، رعوي. علم الفلك
يبقى المطلوب هنا علم الفلك كان ارتبط علم الفلك في شبه الجزيرة العربية يبقى بالنشاط ايه؟ هو احنا عارفين ان شبه الجزيرة العربية قلنا كانت حلقة التواصل التجاري بين الشرق والغرب، فكانوا بيستخدموا علم الفلك في النشاط التجاري لمعرفة مواقع النجوم والكواكب للاهتداء بها في البر والبحر. السؤال التالي، أي من المهام التالية كانت خارج مهام شيخ القبيلة؟ السلطة القضائية، السلطة السياسية، السلطة الدينية، السلطة العسكرية. احنا عارفين ان شبه الجزيرة العربية كان النظام السائد فيها هو النظام القبلي، والنظام القبلي في شبه الجزيرة العربية ان كان لكل قبيلة شيخ بيحكمها، فالشيخ ده هو اللي كان بيضع القواعد والقوانين، فكانت الشيخ بيتحكم في العديد من السلطات، كان منها السلطة التنفيذية والسلطة السياسية. ايه هي السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية عندنا والسياسية ان هو كان بيعقد المعاهدات ويستقبل الوفود، يبقى دي سلطة سياسية، يبقى كانت من مهمته السلطة السياسية، يبقى دي كانت مع شيخ القبيلة. طيب كان ايه كمان؟ كان ايضا بيدير المعارك، بيقود المعارك، ويقود المعارك يبقى سلطة عسكرية. يبقى عندي السؤال ب ودال مش من مهام شيخ القبيلة، احنا عايزين اللي مش من مهام شيخ القبيلة. طب نشوف كده السلطة القضائية، لا شيخ القبيلة هو اللي كان كمان له سلطة قضائية لانه كان بيفصل في النزاعات، يبقى برضو نمرة ألف السلطة القضائية من مهام شيخ القبيلة، يبقى من مهام شيخ القبيلة السلطة القضائية والسياسية والعسكرية. يبقى اللي مش من مهامه هي وجود السلطة الدينية، لأن شيخ القبيلة قلنا كان بيعقد المعاهدات، بيستقبل الوفود، كان بيقود المعارك، وكان له السلطة القضائية كمان في الفصل بين النزاعات، فكان اللي مش من مهامه هي السلطة الدينية، لأن شبه الجزيرة العربية تعددت فيها الديانات من الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة أيضا الوثنية وعبادة الأصنام، ده بالإضافة إلى وجود الدين الحنيفي اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية. السؤال اللي بعد كده، انتشرت العديد من الأديرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من جهة الأديرة، إن كان دير مسيحي أو دير من الأديرة الأخرى. انتشر العديد من الأديرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من جهة، هتبقى جهة الشمال. طيب اشمعنى جهة الشمال؟ لأن كان في الشمال هو دير موجود في مملكة الحيرة اللي كانت موجودة في العراق، وهو دير هند بنت النعمان كانت موجودة في الشمال في مملكة الحيرة بالعراق، ده بالإضافة إلى كمان كان عندي كنيسة الرصافة اللي كانت موجودة في الغساسنة بالشام، وقلنا مملكة الغساسنة كانت تدين بالديانة المسيحية التي كانت تنسب إلى الروم، يعني دولة الروم كانت تدين بالديانة المسيحية، أما دولة الفرس كانت تدين بالديانة الوثنية، فدير هند بنت النعمان كان موجود في الحيرة بالعراق التي كانت تدين بالديانة الوثنية. السؤال رقم 11، كان اختيار عبد الله بن أريكط في رحلة الهجرة إلى يثرب له بعد، سياسي، ديني، جغرافي، اقتصادي.
مين عبد الله بن أريكت؟ عبد الله بن أريكت كان دليل الرسول في الهجرة. عمل إيه عبد الله بن أريكت؟ هو كان سبب اختياره هو السبب الجغرافي. طيب اشمعنى السبب الجغرافي؟ لأن الرسول استخدمه كدليل لمعرفة طرق الصحراء وتغيير طريق التجار المعروف لتضليل قريش والمشركين. ده بالنسبة للسؤال اختيار عبد الله بن أريكت في رحلة الهجرة. نقد بعض أشراف قريش لصحيفة المقاطعة. أدى إلى إظهار بعض قيم المجتمع العربي. قبل الإسلام مثل قيمة الشجاعة، الكرم، العفو، نصرة المظلوم. صحيفة المدينة، صحيفة المقاطعة اللي وضعتها قريش ضد المسلمين أظهرت مبدأ اللي هو نصرة المظلوم. نصرة المظلوم. طب اشمعنى نصرة المظلوم؟ لأن كان من قيم المجتمع العربي هو نصر المظلوم والعفو عند المقدرة والكرم والشجاعة. يبقى الإجابة كانت عندنا هي نصرة المظلوم.